ما صار تعليم التحول الجنسي إجباري للأطفال في مدارس بريطانيا، سحبت ابني صهيب وخليته يدرس منازل وجبت له معلمة تدرسه للبيت. فهذه المعلمة بريطانية أغلب الأوقات لما تطلع يكون وقت صلاة الظهر، فتشوف أنا قاعدين نجهز صلاة الظهر، أحياناً تقول صهيب نادي ماما يقول لها ماما قاعدة تصلي، كان عندي عمال في البيت، فتشوفني لما يكون في رجال في البيت على طول أحط الحجاب على راسي، مطلوب إنها نهاها تطلع بدري يوم الجمعة لأنه صهيب يروح صلاة الجمعة مع أبوه. كثير من الأشياء اللي نمارسها بدين الإسلامي قاعدة تشوفها صار لها معانا 6 أشهر. فأمس قالت لي أنا ما قد شفت ديانة موضح فيها للإنسان بالضبط إيش المطلوب منه أنه يسويه في كل يوم مثل الدين الإسلامي، وهذا يسهل عليك ممارسة دينك. فقالت أنا صار لي أسبوع أفكر في تغيير ديانتي بسبب الأشياء اللي أشوفكم تمارسوها خلال هذه 6 أشهر. فقلت سبحان الله، ما يحتاج أنك أنت تدعو الناس إلى الإسلام، ولكن يحتاج فقط أنك تمارس هذا الإسلام بكل حب وكل قناعة وعقيدة من الداخل أنه هو الشيء.